السلام عليكم حبايبي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والوالدين ديالكم والعائله ديالكم والناس اللي كتبغيوهم كاملين ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ونهار جديد اللي غادي نشارك معكم طريقه تحضير هاد باستيله مغربيه بجميع التفاصيل ديالها، نزلا على الطلب ديال واحد المتابعه ديال القناه وفيه اللي طلبت انني نقدمها لها بجميع التفاصيل ديالها بالورقه ديال التينوس مربعه، وقلت غادي نشاركها معكم. خليوكم معايا باش نشوفوا المقادير وطرق التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج بصله مقطعه طويله، بصله مطقطقه، يعني الكميه ديال البصل نتوما كتحكموا فيها. عندي هنايا اللوز اللي غادي نسلقو وغادي نقليه. عندي هنايا التوابل السكنجبير والخرقوم اليبزار الزعفران الشعره القرفة عويدات، وعندي النويره وملون غذائي، وعندي السمن، عندي هنايا الملحه، وعندي البيض، وغادي نحتاج دجاجه، وغادي نحتاج الورقه ديال التشينو مربعه، ديك الطايه الصغيره اللي استعملت انا، ماشي صغيره مره ولكن وسطى كاينه كبيره على هذه. ونينا يا مدوع على بركة الله. أول حاجة غادي نعمل الدجاج في الطنجرة، غادي نزيد عليهم بصلة مطقطقة. كنت نسيت ما ذكرتكم شي في المقادير، جوج دروسة ديال الثومة وربع مخلط، يعني قزبر ومعدنوس. أول حاجة غادي نعمل في الطنجرة بصلة، ما غاديش نعمل داك بصلة مشنفة أولا مقطعة طويلة، هاديك حتى غادي نحس بالدجاج غادي يطيبو. عاد غادي نزيد هاديك بصلة طويلة، كما كنعرفو أن البصل دغيا كيطيب. وبالنسبة يعني الدجاج ما غاديش نمرقو، يعني غينقصو لهم العافية على عافية مهيلة، وغادي يطلقوهم مرق ديالهم. أنا ما كنمرقش يعني باستيلا. صافي هنا من بعد ما عملت جميع المقادير والتوابل غادي نعمل الزيت، الزيت عاديه، وغادي نخلي ديك البصيله اللي طويله هي اللي ما غاديش نضيفها. دابا غادي نعملها تعرق، ها هي كنعرقها مره كنجوز نحركها على عافيه مهيله كما قلت لكم. انا ما غاديش نمرق هذه الحشوه مره. هنا غادي نزول هذا الجداد اولا الدجاج غادي نزولهم، وغادي نخلي البصيله بوحدها ديك اللي ضفتها طويله. ضفت ديك البصله اللي طويله قبل ما نحيد الدجاج، واش هذا كتدي حتى شويه ديال المذاق ديال الدجاج. وهنايا غادي نضيف البيضات من بعد ما زولت هذيك القرفة عويدات وزولت هذيك النويره ولا الجوزه الصحراويه، زولتهم باش هذا ما يبقاوليش في الحشوه. عاد غادي نضيف عليهم البيضات اللي حركتهم، كما قلت لكم يعني كميه البيضات كتبقى نتوما على حساب الكميه اللي بغيتو، الكميه البصل نتوما الكميه اللي بغيتو، وحتى الدجاج يعني نتوما الكميه اللي بغيتو تستعملوها كتستعملوها، ما كايناش شي كميه محدوده، على حسب قداش نتوما بغيتو هاد الباستيله تجيكم. ونهنايا عندي اللوز اللي قليتو سلقتو عفوا وقشرتو وقليتو في الزيت، ودابا غادي نضيف عليه السكر الثقيل، غادي نضيف عليه 3 د المعالق كبارين ونص الحلاوه. نتوما كتقدروا تحكموا فيها، تقدروا تزيدوا كما تقدروا تنقصوا منها. وغادي نضيف ملعقه كبيره ديال القرفه، وغادي نضيف شويه ديال ماء الزهر. بالنسبه للوز بغيت نضيف كملاحظه، اللوز انا كنعملو في الزيت بارده، كنعملو في الزيت بارده وكنعملو على عافيه مهيله باش هذا كيدي الحق ديالو في الطياب، وكيجي مزيون وكيجي مقرمش. حيت ولا عملته في الزيت سخونه و يعني عطيتو جهد من العافيه ما كيجيش مزيون، يعني كيطيب دغيا وكيتحمر دغيا وما كيجيش مزيون، ولكن هذا كيجي مزيون وكيجي مقرمش العافيه مهيله كما قلت لكم. والزيت بارده. صافي غادي نخلط ديك هذيك المقادير اللي عملتهم كاملين. وبالنسبه للحشوه فتت ديك الجداد اللي كنت زولتهم وضفتهم على ديك البصل والبيضات وعملتهم يقطروا مزيان مزيان، وبقيت كنعصرهم حتى بواحد الملعقه حتى حيدت منهم الماء مره. وهنايا دهنت هذه الطبله هذه ديال الفرن بالزيت، وغادي نستعمل هاد الورقه هذه مربعه كما قلت لكم. انا غادي نستعمل نزلا على الطلب ديال الاخت اللي طلبتها، طلبت هذه الورقه هذه ديال التشينوس اللي كتكون موسطه ومربعه. غادي نعملها على شكل مثلث، غادي ندور مع الطبله ديالي كامله هيدا الورقه على شكل مثلث. كتستعملوا الطبله على الحجم اللي بغيتو نتوما كما قلت لكم، يعني الحجم نتوما كتحكموا فيه. ضروري انكم تدهنوها بالزيت، ما دهنوهاش بالزبده، دهنوها بالزيت باش هيدا كتجي مقرمشه، حيت الزيت كيعطي القرمشه للورقه. صافي غادي ندور معاها كامله هيداك، ومن بعد غادي ننزل اللوز. المهم الفيديو كيوضح كل شيء.
ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة كما كتشوفوا من بعد ما ديك الجوانب اللي كانوا عندي اللي عملتهم في الاول دابا غادي نعمل نفس الطريقه اللي عملتها اول مره غادي نبقى ماشيه بالورقه على شكل مثلث كنزله انا لصقت الورقه ديالي بالبيضه علاش باش هيدا كتحكم لي هذيك الورقه وما كتبقاش تطلع وكتجينا يعني الباستيله ديالنا محكومه ما كنخافوش منها انها تفتح صافي غادي نستمر بنفس الطريقه اللي كنت عملت المره الاولانيه انا ملي عملت الحشوه ديال الدجاج حتى هي عملت عليها جوج ورقات بحال اللي كنت عملت الطريقه في المره الاولى يعني الفيديو كان نتمنى يكون كان الفيديو واضح صافي دابا غادي نبدا نعمل ديك الطريقه ديال التلميط غادي نلمطها ما تخافوش منها غير هبطوا ديك الورقه حاولوا انكم تسرحوها من تحت من كل جانب غادي تدخلوها حاولوا انكم تلمطوها بحال اللي كنقول يعني هذه الطريقه ديال التلميط نحاولوا اننا نلمطوها ونعطيوها هذاك الشكل دائري غير شويه بشويه ما تخافوش من ناحيه حنايا عندنا الكميه فيها ديال الورقه بزاف وحكمتها في الاول يعني لصقتها في الاول بهذاك البيضات وداك الشيء ما تخافوش منها مره
هيا كيف ما كتلاحظوا، وغادي نبقى نعطي هذاك الشكل دائري بيدي، وغادي نضغط عليها مزيان مزيان باش كتلصق لي ديك الورقه مع بعضيتها. دابا غادي نعملوا لهاديك لاصو اللي كنت عملتها من فوقي. صافي غادي نجيب هذيك الورقه، غادي نعملها على شكل شواشه كيف بحال كنا كنعدل الشواشه ملي كنا في المدرسه. صافي كنبقى نتنيها بحال الشكل ديال الطابليات. فيديو واضح، اي حاجه ما فهمتوهاش خلوها لي في كومنتاريوس ونجاوبكم عليها ان شاء الله يا ربي. صافي غادي ننزلها في هذا الوسط، كما تقدروا انكم تخليوها هيداك. انا بغيت انني نعمل هذا الشكل هذا، عطاها واحد الشكل اللي هو مزيون. كتجيب باستيلا صراحه الله مزيونه الا زينت ولا لوجه ديالها بشي حاجه كتجي مزيونه، على اننا نخليوها حسبيه. صافي غادي نفتح ديك لاصو، غادي نحاول انني نفتحو، وغادي نعمل واحد الورقه باش هو اللي غادي نشبر بها داك الوسط ديال لاصو. غادي نلصقها ببيطه، كنعبرها وغادي نقطع باش تجيني في التاقه ديالها. كما قلت لكم يعني الزواق بغيتو تعملوه كتعملوه، ما بغيتوش يعني تخلو الباستيلا ديالكم عاديه. بغيت نشارك معكم هيدا، الا بغيتو تعملو يعني باستيلا مبدله قلت علاش الا اللي ما نشاركاش معكم هيدا. كنبقى نفتح لها ديك الطابليات شويه بشويه، انا كنرجع على ديك بحال كنرجع لها ديك التكريج ديال داك اللاصو، وغادي نلصقو حتى هو بالبيضات باش ملي يطيب في الفران ما يطلعش، حيت اولا ما لصقتوش ملي غادي يكون كيطيب في الفران غادي يطلع بالسخانه، غادي يطلع وما غيبقاش يشابر في ديك الباستيلا. صافي من بعد ما غادي نساليه غادي ندهنه شويش بالزيت وغادي ندخلها للفران طيب على عافيه مهيله. حاولوا انكم عفوا تمهلوا العافيه يعني تطيبوا باستيلا ديالكم على عافيه مهيله، خصوصا هاد الورقه ديال التشينوس كتبقى رطبه ولا عطيتوها العافيه دغيا ما غاديش تجي مقرمله، ما غاديش تعطيكم داك القرمشه ديال الباستيلا المزيونه. كما قلت لكم غادي ندهنها كامله بالزيت، حاولوا انكم تدهنوها بالزيت، وغادي نتلقى معكم من بعد ما غادي نخرجوها. وهي ديك الباستيلا من بعد ما ساليتها دهنتها بالعسل وزوقتها باللوز فيلي. ثم تقدروا تذوقوها باش ما بغيتوه بالسكر ثقيل بالقرفه، انا فضلت انني ندهنها بشويه ديال العسل ونعمل لها اللوز فيلي. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو ولو شويه، نتمنى نكون كنت خفيفه على القلوب ديالكم. اي تساؤلات اي حاجه ما فهمتوهاش ولا اي حاجه بغيتوني انني نقدمها لكم في القناه خليوها لي في الكومنتاريوس وغادي نقدمها لكم ان شاء الله يا ربي. انا قطعت معكم هاد الباستيلا باش تشوفوها كيفاش كتجي من الوسط، تيقوني كتجي صراحه الله مقرمشه وكتجي مزيونه من داخل. بسلام عليكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.